سيادة الرئيس، أشكركم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة في إطار اللقاءات الدورية الإعلامية مع وسائل الإعلام الجزائرية والصحافة الجزائرية. نتمنى أن تمر هذه الساعة بما يفيد الرأي العام الجزائري بالمستجدات والتطورات التي تعرفها البلد، وأن نجيب على الانشغالات والاستفسارات التي يطرحها المواطن الجزائري، متأملين من خلال هذه الجلسة أن يتسع صدركم لهذه الأسئلة، ونتمنى أن تلقى الإجابة الشافية التي يبحث عنها المواطن الجزائري. شكرا، بارك الله فيك. على كل حال صح، الغياب بيناتنا دام ما يقارب من 4 شهور، ومرغم أخاك تقدرت، ولكن أنا ما تغيرتش، التزمت مع الشعب بشفافية اللي كاين نقوله. هذاك علاش في بعض الأحيان نشعر بالنوع من لما نشوف إشاعات تروج هكاك، رغم احنا شفافين، لو كان حاجة نقولوها علاش ندرك على الشعب؟ أنني هنا جابني الشعب ومن أجل الشعب، مش أجل حد آخر. المهم الحمد لله اللي وشكر لكم تلبية الدعوة، وإن شاء الله تكون جلسة مفيدة بالنسبة للمواطن البسيط. أني عارف راه عايش على الأعصاب نتاعو، هبلوه بالإشاعات وبال يعني. نبدأ إذا سيادة الرئيس بأول سؤال، وهو يخص حالتكم الصحية. سيادة الرئيس، غياب دام أشهر خارج الوطن، سمع المواطن ما سمع، نريد أن نطمئن على الوضع الصحي لسيادتكم، خاصة أنكم تتولون منصب حساس جدا هو رأس الدولة الجزائرية. كيف حالكم الصحي سيادة الرئيس؟ والله حامد ربي وشكره الحمد لله. يعني صح، مريت مرحلة حرجة جدا. رئيس الجمهورية راه بشر، راه جزائري ما بين الجزائريين، ما تمسوا إخواننا اللي توفى الله يرحمهم واللي راهم مازالوا في المستشفيات، الله يشافيهم إن شاء الله. كوفيد هذا ما يفرقش بين رئيس ووزير ومواطن، البشر بشر. ولكن الحمد لله مرت بصعوبة، ولكن من تكون فيه الرعاية الإلهية كل شيء هون الحمد لله. أنا أنا كلامك مقطوع بالعسل سيادة الرئيس. الحمد لله على الشفاء، الحمد لله كي رجعت للعائلة، الحمد لله كي رجعت للبلاد. أنا فقط أحب نعرف أنتم كنتم غايبين 4 شهور حوالي على البلاد، كيف كان إحساسك وأنت غايب كإنسان بشر كما قلت، وكذلك كرئيس دولة؟ والله نقول لك ما نتمناهاش لأي إنسان تكون بعيد عن الوطن، بالأخص لما تشوف المواطن البسيط. أنا كنت تلحقني لي فيديو يبعتوهم لي ناس بسطاء، يعني ما طعمين حتى في شيء، عنده شيء بشي يذبحها ويجمع الناس ويرفدوا يديهم يدعوا بالشفاء ويدعوا بكذا ويدعوا. هذاك اللي تمزق أكثر وتعرف باللي الشعب هذا راه محتاجك. غالب المرض مرض، ولكن دعاء يفيد، والله عز وجل عنده رعاية خاصة لهذا الوطن هذا. واللي يحاول يلعب بالمقدسات ويلعب بالأسس نتاع هذا الوطن المسقي بدماء الشهداء من عهد الفتوحات الإسلامية مش إلى ثورتنا المقدسة، وراكم تشوفوا كل الأحداث كما نقولها الفرنساوية، يعني وين ما يحرقونا اون روني دو نو سونتر كوم لو فينيكس. بلاد
أنا كنت نتمزق بالأخص لما نشوف ناس لا دين لا أخلاق يدعون الدين ويدعون ولكن لا أخلاق لا ملة. ما راهش مريض راه مات راه مدرقين عليكم ضربوه راه داروا له طونطا راه كذا راه ناس يعني لا 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 ما تخاف ربي ما تخاف تهول في الناس وتهول في الشعب تهول في كذا ولكن احنا عارفين منين جايه. نقول لك 97% من الخارج وراكم عارفين شكون وشورتو منين تلاقاو دروك مع بعضهم بعض لي سيت تاعهم. احنا عندنا وسائل باش نعرفوا هاد لي سيت منين جايين. سير يا 97 سيت جايين منا جيراننا وينقزوا باش ينشروا يديعهم في فرنسا واسبانيا راك انا متبعينهم الله يهديهم. خلاص سيد الرئيس في شأن الحكومي يوم 10 جانفي وأنتم تهمون بمغادرة التراب الوطني إلى ألمانيا لاستكمال العلاج صرحتم أمام كل الجزائريين وكبار الدولة المسؤولين في الدولة وذكرت ولمحت إلى أنه فيه تغييرات على الحكومة حتى أنكم سيادة الرئيس وصفتموها بصفة فيها وعليها. الجزائريون فهموا أن فيه تغيير عميق ولكن اكتفيتم سيادة الرئيس باستبدال وزيرين هما الصحة هما الصناعة والطاقة فقط وقلصتم بعض الحقائب لأنه بعض كتاب الدولة ومساعدي ولا وزراء منتدبين. لماذا أجلتم التغيير العميق سيادة الرئيس؟ الشعب كان ينتظر من خلال كلامكم تغيير عميق لم يحدث هذا التغيير العميق. صح لا تغيير كان ما كانش عميق صح ما كانش عميق ولكن كان فيه 6 وزارات في تقريب اللي تغيرت وتقليص وزارات أخرى مشات ما مشاش غير الطاقة النقل كان ديجا مشى الطاقة النقل البيئة الري إلى آخره يعني اللي ما رأيناه عاجلا. أنا نعرف نتبع يوميا المشاريع اللي أمرت بها بالنسبة مناطق الظل والمناطق النائية من جنوب شمال شرق غرب تقريب 70% عندهم مشكل نتاع مياه شرب عندهم مشكل نتاع مياه والوزارة ما حركتش ساكن رغم الإندارات رغم كذا كان لازم يتغير. بالنسبة للطاقة نفس الشيء بالنسبة ل الصناعة نفس الشيء الصناعة احنا دخلنا في سياسة جديدة تاع التصنيع ولكن ما بانتش البوادر تاعها ما بانتش شفنا يعني امور مستعجلة. ما بغيش نغير الحكومة كلها لان احترام للشعب احنا ناس ديمقراطيين مانيش انا فارض نفسي على احنا ماشيين على 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 ابواب انتخابات تشريعية والدستور صريح إذا كان الانتخابات التشريعية توصل إلى البرلمان أغلبية معارضة هما يقترحوا رئيس حكومة تاعها. في حالة ما الأغلبية تكون مساندة لبرنامج الرئيس ندير وزير أول ينسق ما بين الوزراء اللي نعينوهم. إذن نمشي نغير حكومة دروك كلها منا على 3 شهور إن شاء الله لما ننتهي من الانتخابات التشريعية لازم تغيير ضروري تغيير الحكومة. إذا يقع فيه نوع من نقولوا عدم استقرار ومشي مليح مشي مليح. هذاك علاش غيرنا جزئيا سيد الرئيس؟ لأن كاينين بعض يعني الوزراء اللي يرتكبوا أخطاء سياسية في التصريحات تاعهم ولا في الخارجات تاعهم وبقيتهم في المناصب تاعهم ولات فيها قراءات اخرى. بعض المشككين يقولوا باللي رئيس الجمهوريه ماهوش حر في الاختيارات تاعو. سمعتها يعني ما هو جوابك على شوف سي جاكون يعني صراحه يوم ما اختاريت اول حكومه
كان الأمر من اثنين، إما تختار الكفاءات، وأغلب الكفاءات اللي كنا ممكن نختاروها ثلاث خطب بصفة ولا أخرى. وأنا ذاك شارع الحراك المبارك الأصلي مش ما على إليهم بعد، كان يطالب تغيير، تغيير مؤسساتي، تغيير كذا تغيير كذا، نمشي أنا نجيب، حاولنا بقدر الاستطاع باش نجيبوا وجوه جديدة. ومثل ما التزمت فيه شباب دخلوا الحكومة ورام يخدموا ويعطوا نتيجة، فيهم اختارينا خمس وزراء من داخل الحراك في الحكومة، والبعض ما زالوا في الحكومة تغيروش. إذن ولكن التجربة ما كانش صبح، يعني شهرين ثلاثة من بعد وسائل الإعلام تاعنا كلها لا الرئيس راه يقرر وهما ما همش يطبقوا وما عندهمش كفاءات وما هادو شباب، أعطيناهم فرصة يعني واحد ما زاد متعلم باش يدربوا. أنا لما نشوف اليوم مثلا الوزيرين المنتدبين، لدى وزير الأول تكلفين بالشباب وأمور شباب للمؤسسات الناشئة، صراحة بدأوا يعطوا نتيجة. وفي البداية ربما كانت عندهم عراقيل، كان عندهم البعض يحوس يقلد اللي كان قبله، يقول نجيبك جديد باش تبدل سيرة مش باش تقلد إلى آخره. وفي أمور في وقت سي بومدين الله يرحمه في بداية الاستقلال وتطرح نفس المشكل، هل هادوك اللي كانوا مع يتنحوا كله جيب؟ في بعض الأحيان الدولة، أمور الدولة تقتضي أنك تكون عند حسن ظن الشعب وما طلبه الشعب، ولكن في بعض الأحيان كذلك تفهم الشعب أن مش كل شيء ممكن. الكفاءات موجودة، كفاءات وفيه كفاءات الحكومة هذه فيها كفاءات، ربما بعد سنة لمارسة تاع ممارسة بدأوا يتعلموا، بدأوا يعطوا النتيجة، بدأوا يعطوا. أتمنى باش الحكومة الجاية، حكومة جاية بعد التشريعيات تكون شيء آخر. المهم هذه لما قلت فيها وعليها، لأن كنت عارف لي خمس وزارات ولا ستة سامعة، يعني هدرة كبيرة وتصرفات في بعض الأحيان حتى خروج عن الأخلاق، وفي بعض الأحيان كذا. سيد الرئيس، مسيرات السلمية في الذكرى الثانية للحراك عادت وتكاد نفس الشعارات تتكرر ومطالبات بمزيد من الجهود للإصلاح. هل تقلقكم هذه المسيرات سيادة الرئيس؟ هل تزعجكم؟ أبدا. هو الإنسان الملاحظ بدأها من البداية، بدأها من 22 فبراير حتى 12 ديسمبر، 19 ديسمبر بعد أداء اليمين الدستورية، ومن بعد سنة من بعد احتفلنا بالحراك وصبح يوم وطني. احنا اعتبر انا شخصيا ان الانتقادات اللي كنت نقدمها في ذاك الوقت يعني اكثر من الحراك. شكون اول من نادى بابعاد المال عن 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 السياسه وعن الدوله؟ خلصتها غاليه معليش، ولكن اليوم رانا في السنه الثانيه، في الذكرى الثانيه نتاع الحراك، شعب ربما خرج باش يذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، قال باش ما ينسوش في ناس اخرين اللي خرجوا لاسباب اخرى مش كلهم مع المطالب تاع الحراك الاصلي. نتذكر ان الحراك الاصلي كان واضح يعني الطلبات نتاعو تقريبا اغلبها تلبات،
ما فيش عهدة خامسة، ما فيش تمديد العهدة الرابعة، تغيير الحكومي، تغيير كذا، تغيير حل البرلمان، حل البرلمان اليوم رانا فيه حل السجناء. ايه بس سيادة الرئيس فيه شعار يعني، وتقدر تقول سيادة الرئيس انه الديمقراطيات في العالم تقريبا كلها تنادي به، هو شعار عالمي يعني، هو تمدين الحكم يعني، ان تكون السياسة للسياسيين. السياسة راه للسياسيين. شوف سيموتي، هاد الشعار ما تغيرش منذ 15 سنة، من اللي بداوا لي ستاج نتاعهم في دول افريقية، في دول اوروبية، في دول يدوهم ويلموهم كيفاش تكسر النظام من داخلها. هما الشعارات مدنية مش عسكرية، كذا وكذا وكذا، ما تغيرش. اليوم نظام، رانا نقولوا النظام الجزائري واضح، خرج الشعب للشارع، تبنينا الشعب مشى للانتخابات، فضل التغيير المؤسساتي. ونذكر فقط ان مهما كان الحجم تاع الناس اللي ينادوا بكذا بكذا، انا عندي اللي مشاو باش ينقدوا الجمهوريه كانوا فيه انتخابات رئاسيه 10 ملايين، مش 500 الف ولا 100 الف ولا 200 الف. جماعه هادو نتاع المناطق اللي كانت محرومه، سميها مناطق نائيه، سميها مناطق الضل، سميها 8 ملايين و500، هادو السند الحقيقي والصامت لرئيس الجمهوريه. اذن كل مواطن عنده الحق ينتقد، عنده الحق يدير، ولكن احنا نمشو بالشيء اللي التزمنا به. انا يحاسبني مواطن او مجموعه من المواطنين اذا كان خرجت على الالتزامات نتاعي. انا ما كذبت حتى على واحد. النهار اللي تقدمت كمترشح عندي 54 التزام، هل طبقتها؟ تبديت تطبيقها ولا مانيش نطبق؟ التزمت، والتزمت بحل البرلمان، والتزمت بحريه الجامعه. اليوم الجامعه راني اعطيها حريه مطلقه، قلت الوزير التعليم العالي كل جامعه باب الزوار تبغي الدخول الجامعي اليوم، الاخر ينجم ياجل الدخول تاعو بخمس ايام ست ايام شهر براسو. قلت لهم ديروا توأمه مع جامعات العالم، روح لهارفارد، روح لوكسفورد، روح لجامعه الرياض، روح لجامعه كذا، براسك دير جامعات هي قاطره تاع الاقتصاد، ما تبقاش توزع في شهادات وخلاص يعني. قلت له حتى بالنسبه للبحث التطبيقي، الجامعات مجموعه من الطلبه مع مجموعه من الاساتذه يخلقوا مكتب دراسات، ومكتب دراسات يسلك على الخدمه تاعو. سيادة الرئيس، حتى ما تروحليش الفكره زياده على هذا الشعار اللي تكرر كثير يعني، تكرر كثير. شفنا بعض محرري بعض الافتتاحيات اللي قالوا باللي فيه اختلاف بينك وبين مؤسسه الجيش، وراحوا الى درجه انهم تخلوا عليك وانت فكرت انك تستقيل يعني. مذابنا يعني يا سلام مسلم، وهذا بهذه البساطه هذه. شوف الجيش، نعتقد ان الجيش وصل درجه نتاع الاحتراف والمهنه والمهنيه بعد على السياسه تماما. ما اعتقدش ان في العالم الثالث فيه جيش منضبط ووطني ويساير ويطبق في التعليمات تاع الرئيس كما الجيش الجزائري. الناس ناسي انا هو وزير الدفاع الوطني. انا القائد الاعلى للقوات المسلحه، وهذا دستوريا. اي دستوريا. الجيش هذه النغمه خارجه قلت لك منذ 15 سنه، مازال في الاذهان تاعهم ايام ما كان الجيش في اللجنه المركزيه، ما كان عندهم الجيش في كذا. شوف التطور تاع الدوله الجزائريه خلاهم ما تابعوش التطور تاعها. التحاليل هذه كل من هب ودب راه يحاول يحلل. بصح سيادة الرئيس في نفس النقطه هذه انتقدتها يعني، ما يلاحظ انه حتى الخطط ولا حتى التنميه، الناس الذين يشرفون على اعدادها يعني، احنا كراي عام نتابع انهم ناس هم كانوا اصلا في السابق داروا سياسات فاشله يعني.
كيف 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 نعهد اليهم ولا نوكلهم امر ولا مهمه انهم يديروا سياسه اخرى في اطار برنامج كنتلي يختلف عن البرامج الاخرى يعني. فاكيد راح يكون في سابوتاج يعني تدمير ذاتي. لازم اعاده رسكلة الكثير من الناس. المعطيات تغيرت الجزائر، المعطيات تاع الجزائر تتغير بسرعه سرعه البرق، والناس يبقوا في التحاليل تاعهم. ناس يقول لك اقتصاديا مثلا يفشلوا في الشعب ويدمروا في الشعب، قال الجزائر من على عام اقصاها عام تفوت لصندوق النقد الدولي، لان ديك 57 مليار دولار اللي عندهم ما تكفيهمش وكذا وكذا. حاصي على وقت الريع منين كنا استوردوا ب 60 مليار دولار. 60 مليار دولار فيها اقل شيء 15 مليار دولار تدخين فواتير، وفيها ما تبقى ما يقارب 25% تاع الاستيراد ما ناش محتاجينه. يستوردنا الاستيراد لان فيه لا ريستور وفيه تدخين فواتير، لان المشكل اللي يتعلق بالسياده، السياده تتعلق بالشيء اللي يستهلكه الشعب المواطن. احنا بين السميد والزيت والقمح والزيت وهذا ما نلحقوش 8 ملايير دولار. ومهما كانت السنه السيئه نتاع البترول كيما هذه اللي فاتت جات لنا 24 مليار دولار. وراك تشوف هذا الخراب تاع الجزائر. هذه اللي اسمح لي، هذه اللي يقول لك اللي ما يبغيكش وما قدرلكش يتمنى يشوف عليك منامشين. هذا هو المنام اللي يشوفه على الجزائر. يبي نطرح سؤال سيادة الرئيس، بما ان يعني المداخيل تاعنا من بفضل المحروقات انخفضت، هل ممكن حتى باش يعني الرضي شوي، مش الرضي يعني اون راسور يعني لو سيتويان نطمئنوا، هل في ممكن تعطينا نظرة على الحالة يعني المالية تاع إذا كان ممكن يعني؟ لا الحالة، شوف الحالة المالية نقول لك باش نقول لك أنا في بحبوحة، لا باش يقول لك قايمين بشغلنا قادرين على شغلنا. هو الاحتياط نتاعنا هبط صرنا 60 مليار مع الاستيراد تاع هذه السنة مع الدخل تاع 24 مليار دولار تاع النفط، بقينا رانا ندورو اليوم حوالي 42 مليار دولار، 42 43 مليار دولار سي فليكتيون في شاك سيمان. كاين دي فيه ناس اللي مازال ما فهموش ان جا الوقت ما نستورد الا الشيء اللي نحتاجه. وعلى هذا الاساس اللي انا شخصيا وقفت وطلبت من الوزير الاول باش يوقف المدير العام تاع الخطوط الجويه الجزائريه والامين العام والمغتصب، لان في الوقت اللي انا مزيرين فيه يدير لي مناقصه دوليه باش يشروا المغارف والفراشيت وهذا. وين راه نتاعنا؟ وين راه الانتاج الوطني؟ مازال الناس عايشين؟ لا ما نتهمهمش، الامور عند العداله. اذا اللعب هذا لازم يحبسوه. اما اذا كان تصرفنا في الاموال تاعنا راه عندنا عامين ولا ثلاثه حتى العالم يسترجع العافيه الاقتصاديه نتاعو وحنا نكونوا ما بين العالم. لأننا نشجعوا في الإنتاج الوطني. أنا قلتها ونزيد نقولها، أول مرة أول سنة منذ الاستقلال ولها المخزن تاعها والمعنى تاعها، أول مرة الفلاحة تفوق الإنتاج، تفوت المداخل تاع البترول. هذه الأجانب ما يتكلموش عليها، ما تساعدهمش. الفلاحة دخلت 25 مليار، ما يقارب 25 مليار دولار. ما نستوردوا لا بطاطا ولا امور كذا ولا خضر ولا فواكه ولا سوسي ولا، ولكن فيه ناس اللي مازالوا متشدين باش يستوردوا الفواكه. مازال شويه بعض الهوامش سيادة الرئيس، مثلا كيما القمح كيما بودره تاع الحليب. القمح شوف لو يتبعوا التعليمات نتاع السقي الظرفي لاروزاج بونكتويل نزيدوا 20% تاع الانتاج تاعنا، لان نستوردوا ما يساوي 20% تاع الانتاج بور كومبليتي لو
حنا بونو مالو رانا ننتج كمان 67 مليون قطار، نحتاج ديك 20% زياده نستوردها. القمح اللي نستوردوه يساوي مليار و300 مليون بس، هذا هو هذا هو. ولكن لو كان يكون فيه انضباط، اليوم انابيب تصنع، الانابيب تاعها المضخات تصنع في البرواقيه، الكوابل تصنعها لينيكاب وتصنعها كذا، عندنا كل وسائل باش السقي يكون بادوات جزائريه، اما بليزاسبيرسور اما بالرش المحوري اما تما الانتاج تاعك يطلع. اليوم المعدل الوطني تاع الانتاج تاعنا في القمح ماهوش سر تاع الدوله، ولكن نقولوا اليوم المعدل الوطني 18 قنطار في الهكتار، معدل وطني. في الجنوب وصلنا ل 60 مليون 60 قنطار في الهكتار، في بعض المناطق اللي فيها تساقط امطار عاديه وداروا الرش الظرفي هذا طلعوا 35 في الشمال، 35 حتى 40 قنطار في الهكتار. اذا القضيه ما نسلمش نفسي، هذا ربي سبحانه القضاء والقدر، كان بعض السنوات يجي فيها الجفاف كان كذا، ولكن خذ احتياطاتك. عندنا 74 سد، هذه ما نهضرش على روتوني كولينر، لي زاسبيرسور، هادو كلهم انتاج وطني، واش راك تستنى؟ هذا هو ادماج اقتصاد وطني. لينيكاب تشارك، الانابيب تشارك، البيامة تاع الحصادات تشارك، تبادل بين القطاعات، هذا هو اللي يخلي الاقتصاد تاعنا يتنمى، وهذه اللي باغي نوصل ليها انا. باش نبقاو في الجانب دائما الاقتصادي سيد الرئيس، في يعني سواء المتعاملين الاجانب ولا يعني الوطنيين يوليون اهتمام كبير للقانون الجديد للاستثمار، هل بدا يعني في التفكير فيه، هل كاين فيه مونتور يعني نسخه يعني اوليه ولا مازال يعني فيه بريمير موتور؟ مازال ما فاتش لا امام الحكومه ولا امام مجلس الوزراء. احنا السياسه الجديده تاع الاستثمار هو كل ما هو ايديولوجي الغناه، نبقوا الامور الاقتصاديه باش تفيد البلاد، هذا ما كان. اذا تكون بنوع من البساطه وفي قانون، ديجا قانون التكميلي، قانون المالية التكميلي، حذفنا هذيك الحكاية تاع 50-49 تحذفت، هذاك هو الأساس، ما هما داروش يحوسوا. الاستثمار، إنسان يجيني من الخارج باش يدير هنا إم بي إم إي عائلية، شركة عائلية، واش نقولوا 49-51 يجي باش يفتح لك هنا أوتال، يجي باش يفتح لك هذا، هذه أمور ما تمسش السيادة الوطنية. تقول لي البترول حاجه اخرى، قطاعات معينه، قطاعات معينه يعني ثروات طبيعيه اللي موجوده تعتبر ثروات تاع الشعب، ممنوع عليك باش تزربح لانها مديوره لاجيال اخرى كذلك. باش تلقى التوازن في الكود دي زانفستيسمون تاعك صعيب. بالنسبه انا اللي يهمني هو الاستثمار تاع المواطنين تاع الجزائريين، هما الاولين، وراني درت معهم اجتماعين، درت اجتماع مصغر مع القيادات نتاعهم ودرت اجتماع تاعهم كل باش نحطوهم على الاستثمار، هذا هو الصح. ما الاجنبي مرحبا به، اليوم راه عندنا 450 مؤسسه فرنسويه تخدم هنا، كاش واحد سمع بها؟ سمعيش بها. سيادة الرئيس، أنا أفضل أن أعود إلى الجانب السياسي، لأنه لفترة غيابكم سيادة الرئيس وبعدين القرارات اللي خذيتهم خلت كثير من الأسئلة أسئلة الظل وتستدعي الإضاءة لكليراج. سيادة الرئيس، يوم 18 أب فبراير أصدرتم عفو رئاسي عن زهاء 100 معتقل وسجين رأي ومدونين في مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل التهدئة
وجمع الجزائريين حول ممكن حوار تشاور إلى آخره، وحدث ذلك مع بعض الطبقة السياسية. هل تعتقد أنه تحصلت على ردة الفعل المطلوبة أو لا؟ هل كانت نتيجة مرجوة تحققت أو لا سيادة الرئيس؟ من البعض كانت نتيجة، من البعض آخر يعتبر باللي قرار مثل هذا قرار ضعف. الإنسان اللي يدخل في هذا المنطق ماشي الخراب نتاعه هو، ماشي نتاع الدولة. احنا كان لابد أن ناخذ قرارات، لأن فيه البعض اللي كانوا في السجن في الفترة اللي قبل الانتخابات الرئاسية، فيه اللي من بعد، فيه سجناء الرأي. هما يقولوا سجناء، ربما من غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ما كانش سجناء الشتم والقذف والتجريح، أغلبهم يعني يسب في مؤسسة الدولة ويقذف ويجرح وكذا، وهذه هذه كل تطبق عليهم قانون لير. ولكن رغم هذا قال عفى الله عما سلف، ندخلوا في مرحلة جديدة، وعلى أساس على من موقع قوة مش من موقع ضعف. هنا متوجهين اليوم إلى انتخابات تشريعية. يا أخي أنت كنت تفضل، هل محك عطاك الشعب الأصوات نتاعو ودخل المجلس الشعبي الوطني ودي الحكم وقرر ودير لجان رقابة ودير لجان تحريات ودير 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 ورفض القانون تاع الرئيس ورفض هذه ورفضها، تفضل. هذا هو الجانب. أما كما يقولوا بالعامة اللي بعيد على الزازا يسحب روحه رقبة، والحديث قياس. في نفس السياق سيادة الرئيس تحدثتم على التشريعيات وقلت أنه يحق اختبار للطبقة السياسية، هل تتوقعون مشاركة شعبية يعني وحزبية؟ لأنه شفنا مشاركات في استفتاء تعديل الدستور فيه من انتقد نسبة المشاركة اعتبرها ضعيفة، وفيه من يتوقع بتشاؤم تكرار نفس السيناريو مع الانتخابات التشريعية، خاصة شفنا بعض الطبقة السياسية مستاءة من قانون الانتخابات. سيادة الرئيس شوف نتكلم عن الدستور، شاءت الأقدار، صدف أن يوم الاقتراع على الدستور كنت مريض وطالقين دعاية راح توفى وراح كذا وراح كذا، واللي والتهديدات واللي فوطة على الدستور تاع تبون، مشات تبون بالدستور تاعه بكل شيء، بهذه اللي خلات يسموه، وتذكرنا بالمناظر المأساوية اللي شفناها في انتخابات الرئاسية، يمشي يصوت يصوتوه سمعت، ونفضل نغلق القوس. أما انتخابات تشريعية ناتجة على برنامج سياسي اللي اقترحته أنا يا ما بين 54 التزام في حل البرلمان وانتخاب مجلس شعبي وطني جديد فيه شباب، ونسهلوا للشباب ونساعدوا الشباب في الحملة نتاعهم الانتخابية، ونبعد المال سواء كان فاسد ولا مال نظيف باش كل واحد تبان قيمته. ودرنا كيفية تاع انتخاب اللي تخلي مش رأس القائمة هو اللي بالضرورة يفوت، سمعت، باش تخلي هو معروف دوليا. و سي موقع يشوف الانتخابات التشريعية اللي صارت العام اللي فات في كل اغلب المدن، اغلب البلدان غربية ولا مش غربية، بالنسبة للمئوية هابطة دائما 50، صعيب باش تلحق 50%، مش طبيعي. ولكن ما ملك الانتخابات صوتوا ب 20-25%، انا يهمني الناس اللي صوتوا عليهم هم يدوا المجلس الشعبي الوطني، مش معناه تلغي المجلس. ما كانش دستوريا حد ادنى اللي يخلي الانتخابات مقبوله ولا مش مقبوله،
كانش. انت باغي التغيير، راك ماشي مع فلان وفلتان فلان، فوت سيدي دخل المجلس الوطني وعندك القوة الدستورية والقانونية باش تواجه باش تعارض بالقانون، ما كاش لي مسك. سيد الرئيس بالقانون التجارب السابقة حتى باسم القانون كانوا لا تجارب سابقة عليها. لا لا شوف، الانتخابات الجاية ما عندها حتى صلة بالماضي، حتى صلة. قانون الانتخابات أنا على وشك باش يخرج، المال ما يكونش، وقلنا اللي استعمل المال ساعدوه بالمال وتظهر عليه عامين من بعد بالأدلة، عامين بعد يفقد المنصب تاعه، واللي من بعده هو اللي يطلع، فيش تقادم وكذا 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 وكذا. مهم قانون اليوم يخلي الكفاءات هي اللي تظهر، كفاءات ولا الناس اللي عندهم شعبية حقيقية. لأن اليوم واش راني نشوف وانتم ما عارفينها، المال الفاسد، ونقولها لك بصفة رسمية، المال الفاسد مازال يسري في المجتمع، فيه كثير من أمور ما نش باغينها. تحريات تكمل إن شاء الله ونعطيكم كل شيء. سيادة الرئيس نكمل لها القانون الانتخابات. قانون الانتخابات حاولنا بقدر الاستطاع باش نبرز الناس اللي عندهم كفاءة، والناس اللي عندهم مصداقية، والناس اللي لا غبار عليهم. ما طلعنا حتى المستوى الثقافي، فيه شروط بالنسبة للمستوى الثقافي، فيه كذا. نتمنى إن شاء الله باش نتوفقوا في هذا، ولكن هذا كان التزام. الحريات الفردية والجماعية ما فيش دستور اللي مسخر المواطن شي اللي مسخره الدستور الجزائري، ولكن الناس أعداء ما جاهلوا. سيادة الرئيس، ولكن الذهنيات سيادة الرئيس، مؤسسات الدولة ممتلئة بالذهنيات التي لا تريد أن تفهم الشعب هذا أنه الشعب يتغير. الجزائر قاعدة تتغير ولكن لا يوجد مواكبة، يلقوا روحه في الهامش. لأن ولا واحد يقدر يوقف تيار تغير. شعوب تتطور، شعوب تتطور. نشوف اليوم الشباب نتاعنا مثلا أغلبهم جامعيين، وكان اللي رافضين المال الفاسد، كان جمعيات تاع طلبة جاو خرجوا وديروا واحتجوا هاك، يلا روح تلعب تروح وخبرونا احنا، قال فلان بغى يشرينا. المجتمع تغير، المجتمعات تبدلت، الناس باقيين في الدهنية القديمة، مازال كاين الناس اللي مازالوا في الدهنية القديمة، ولكن التطور تاع دولة يبدأ بتطور شعبها. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انت ما تغيرش التصرفات تاعك وبغيت البلاد تتغير، كل باغي انت بزاف اللي باغي التغيير تاع الاخر، هو ما يتغيرش. لا نقول لك التغيير يعني انت ما يعينيش انا، كاع الناس كاع كل شيء لازم يتغير باش ندخلوا في مجتمع جديد، تصرفات جديده، بدهنيات جديده، وإلا تلقى الوقت فاتك وتما ما يفيدش الندم. هو احنا الانتخابات قلت لك ما فيش حد أدنى اللي يخلي الانتخابات يعني غير مقبولة، كانش الدستور ما يحددهاش. أنا أظن هذه تبقى قراءات، يعني قراءات، وأحيانا فيه مرجعيات سياسية، يعني كل واحد باش يبرر، كل واحد يبرر. لما ننظر يعني باش ما ننساش سجاكون، ما زلنا بفكره باش الانتخابات التشريعيه تكون في نفس الوقت جزء من الانتخابات المحليه، مش بعيد باش تغيير تاع المجلس الشعبي الوطني انتخاب يكون معاه في نفس اليوم على المجالس الولائيه. ما قررناش، ولكن رانا اكثر من نصف المسافه. هل سيتم بالتشاور مع الطبقه السياسيه ولا لازم تشاوروا؟ لازم تشاوروا معنا، هذا هو الطبقه السياسيه اللي طلبته مش حنا، احزاب طالبه.
ونشوف باللي عندهم الحق. لاقل نخفف على لا. اولا هل راح تواصل مشاورات مع الاحزاب وحتى مع بعض كما نقولوا احنا المنظمات؟ كذلك نظرا للاصلاحات اللي بذرت فيها، هل في رايك راح يكون في تغيير في المشهد السياسي في المستقبل؟ كذلك اخذتم قرارات يعني جد وشعبيه يعني بصراحه، ولكن لما توصل التطبيق كاين فيه تاخر، فيه تعطيل، وكاننا شغلنا نحضر الى ثوره مضاده يعني. راك نطقت بها رامي، وهذاك هو الصح. فيه ثوره مضاده بالمال الفاسد وناس متواطئين مع الناس المقبوض عليهم الى اخره، ولكن رانا لهم بالمرصد، ما يقدروش ينجحوا. لان قلت لك اليوم اغلبيه تاع الشعب طالبوا نهار 22 فيفري الجمعه اللي من بعد كانوا 12 مليون جزائري في الشارع، منهم 10 ملايين مشاو للانتخابات. فهمت؟ إذن هادو ما تسمحش فيهم في صوتهم باش تتبع الناس هادو اللي تاع الثوره المضاده، يخلصوها غاليه. قال لك انا ما نمضيش، خايف نمضي دوني الحبس، لان اللي شكون هذا اللي مضى قرار اداري ولا دخل الحبس؟ يعني كيف تمثل روحك للناس اللي مسوا ثروات الشعب وثروات كذا تاع البنك؟ في واحد يقول لك اودي انا لو كان نعطي قرض غدوه يحاسبوني، داخله في الثوره المضاده، داخله في التشكيك، ويخوفوا في الناس ويرهبوا في الناس. ولكن خدمتنا هو اننا الناس نعاودوا نتصلوا بهم نشجعوهم كذا. اليوم بدات الامور تتفاجأ يعني. انا نقول لك اليوم لما في الاقتراع شعبي، ونادرا ما تشوف دستور يفوت ريفيرندوم، نادرا الا في الدول متقدمة جدا في الديمقراطية، يجي يقول له رد بالك تفوتي كنت فوتي غدوة يقبضوك راه خلاص هذاك مشى سيفيني وما يرجعش وهذه وهذه، ما كان حتى فرصة يمنعوها باش يشكوا المواطن في المستقبل تاعه وفي المستقبل تاع كذا. فيه ثورة مضادة، عدم الاستثمار ماهوش طبيعي، ماهوش طبيعي. أنا قلت اللي يبغي يستثمر باش يخلق مناصب شغل في التحويل، في الصناعة التحويلية اللي تحول المناجم تاعنا وتحول الفلاحة تاعنا وتحول كذا، قادرين نمونوه ب 90%، تجيب غير 10%. واعتقد انك طلبت اوديت تاع لي بنك. وي اسك سايتي في طونطران دو سفر، طونطران دو سفر. البنوك تاعنا عبارة على شبابيك عمومية، سي دي غيشي بيبليك. يا با ليسبري كوميرسيال، يا با ليسبري كذا. البنك اللي ما ياخذش لي ريسك ماهوش بنك. اصل البنك هو يغامر، يشوف انت مثلا قادر تربحه رغم ان ما عندك والو يدعمك، وهذاك عنده المال وكذا عارف باللي فاسد ما يعطيش. هذا البنك. ولكن يستحيل البشر بشر، يستحيل سي جاكون باش صباحا مساء كل شيء يتغير. لازم لها ثوره سياده الرئيس في الذهنيه تاع الاداره، لانه لازم ما يقارب جيل، ما يقارب جيل، لان التغييرات اللي وقعت من لازم يستوعبها الشعب، ولازم تتبنى عليها تصرفات جديده، ولازم 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 ولازم. اليوم احنا بدينا بالتقريب رانا في 13 شهر. في 13 شهر نحي منها 8 شهور هذه نتاع الكوفيد، وين احنا بنفسنا وقفنا الاقتصاد، قلنا للمؤسسات الاقتصاديه غلقوا، ولا سرح النص تاع المواطنين، ولا دير هذه ودير هذه وطاكسيور هذا هذا. اذا منين نجي نطلع الحساب يعني فيها فعاليه تاع 5 شهور 6 شهور
فيها دستور وفيها انتخابات وفيها تغيير ولاد وفيها تغيير وزراء وفيها فيها حل مجلس شعبي وطني وفيها وفيها وفيها. الإنسان يمشي على حساب تاني كذلك اللي سيادة الرئيس والله المعجزة عند ربي سبحانه وعند الأنبياء. صحيح. ما فيش بشر اللي عنده المعجزة. تبقى التغييرات نقولك تغييرات تبغي تبر تغييرات مجتمعية. والتغييرات المجتمعية هي اللي تجيب تغييرات المؤسساتية. أما باش يبقى كما زمان يمشي للمكتب وما يخدمش ومنين يجيه واحد باش يدي حقه يقول له ما كانش يقول له احنا قالوا لنا يقول له روح لتبون يعطيك. هذه مازال يقولوها في الشبابيك تاع الإدارة. قال ما عطيتونيش في ولاية مش بعيدة علينا هنا. قال له مليون الرئيس أعطانا مليون قال له ما روح لتبون يعطيك مليون تاعك. والدرهم موجودين وما بغاوش يعطوه. واش معناتها؟ ما كانش اتصال سياده الرئيس. لا 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 احنا قرارات تاخذها ولكن لا توصل الى الجهات في الوقت المناسب سياده الرئيس. شوف شوف الشبكه تسلسل تاع المسؤوليه اللي في الشباك ماهوش مسؤول سياسي. هذا اداري. طبق. وفوقه ربما قال انا ما جاتنيش الورقه القرار سمعتها صح ولكن قرار انا اللي يحميني غدوا يجوا يهزوني يقول اش خلص ما عنديش المرسوم ولا هذه ولا هذه. حنا نقولوا داير النيه في الهبال. ما فاهم داروا هنا ما خبروناش انا ما طلعتش انا كذا رانا لهم بالمرصاد. سياده الرئيس سؤال سياسي ومباشر. الجزائريون او بعض الجزائريين او غالبي الجزائريين نتكلم نعطيك رصد واش كاين في الساحه يستغربوا بعض التغييرات بدايه حتى من الحكومه. يعني استعنت انت ببعض الاسماء اللي كانت في النظام السابق يعني وعينتها في الوزاره سياده الرئيس مجلس الامه نفس الشيء. جرى تزكيه وانتخاب شخصيه بارزه ثوريه صحيح وعلى العين والراس ولكن مع شعار اللي وعدت به الجزائريين سيادة الرئيس جزائر جديدة برجال جدد ووجوه جديدة ما ضبطتش الشعار مع الممارسات. هل هو الاعتبارات يعني سياسية لأنه فيه برلمان في لو كان دخلت في مجلس الأمة معناه بلي ما وقعش تغيير معناه بلي الأمور ما تغيرتش. أنا نأمن إلا بالتوازنات الطبيعية توازنات المفتعلة وكذا ما تنفهم ما تطولش ليزيكيليبر هادو ارتيفيسيال ما يشدوش بزاف. عنده مجلس مجلس يعني أكثر من ثلثين صوتوا عليه رفضوا يديهم معاه واش نقول لهم؟ نقول لهم لا أنا ديروا فلان باسم التغيير ديروا فلان. هذا هو المشكل تاعنا احنا. انا ما قصدتش انك انت تدخلت. لا ايوه معناتها وين مسؤوليتي؟ وين مسؤوليتي؟ ما أنا المجلس مجلس تاع واللي يديروا مجاهد ويديروا كذا خير ما يديروا انسان تاع رجل اعمال ولا كذا ولا انا شوف لما نقول تغيير الذهنيات حتى السنة مجلس الامه انتخابات تقريبا تاع 30% اكثر من 30% تجي من البلديات. البلديات الا كانت تشري المقعد نتاعك وتشري المقعد نتاع الصينا انك راك وصلت للصينا هذه حتى رانا نعاودوا النظر في الامور هذه. يا دي شوز افوار مي ما جاش وقتها لان الصينا ما يشرعش. الصينا يجي في اخر الحلقة. الباقي اني نقول لك الا كان المجتمع باغي التغيير التغيير لازم هو يبدا بالتغيير ما يمشيش يقبل المال الفاسد باش ينوض يخرب البلاد. نعطيك مثال وبالادله في مناطق الضل كما سميناها واحد دوار صح ما كانش عندهم الماء ما كانش عندهم الضوء ما كانش عندهم اليوم راه عندهم الضوء وعندهم الماء الغاز مازال ما لحقهمش الطريق راه يداروا فيها يجوج معها 25 واحد
يغلقوا الطريق. قال احنا كون ما يجيبوناش الطريق دروك احنا ما نفتحوش الطريق ياك بهذه السهوله هذه خالصين. وانت وين كنت مناطق الظل؟ وين كنت هذيك 20 عام 15 عام كاش واحد تكلم على هاد الناس هادو؟ اليوم صبحتوا تزايدوا مع الرئيس على هاد المناطق هذه. لا شوف سي قلب عامر ولكن حتى احنا الشعب قلبنا عامر. لا لا والله والله شوف الامور احنا نمشوا بشفافيه ونمشوا بالتي هي احسن بدون تكسار بدون الاقناع احسن من القوه. ولكن انا مشعر بنوع من التغير سيد رئيس. حتى برنامج تاع مناطق الظل هدايا فيه انطباع انه كل المسؤولين الان ركبوا الموجه تاع لما تروجت ودعيت الى الشباب انه يتهيكلوا في المجتمع المدني كل القطاعات الوزاريه ولا تخدم في المجتمع المدني. لما تكلمت واعطيت اشاره انطلاق تاع رعايه واعاده الاهتمام بمناطق الظل كل الناس ولا تتكلم على كل الدوائر الوزاريه تتكلم على الولايه. اصبحت الجزائر كلها نقاط ظل هي انت حددتها في الخطاب تاعك حددتها. اثنين سياده الرئيس واسمح لي على انا صدركم واسع ولازم يتسع لين حتى الممارسات الطاقم الحكومي نبدا الطاقم الحكومي لما جيت لي حتى التصريح مازال يوقف تحت الصوره ومازال يوقف تحت الكادر سياده الرئيس هذيك المظاهر انتهت. التغيير كما قلت لنا ذهنيات ولكن هي متحجر حتى عند بعض الوزراء ويسمحوا لي انا مش نقصد هي حكومتك سياده الرئيس ولا لا ولكن هناك ملاحظات هذه تقزز بعض يشمئز منها الانسان. نعود نفس ممارسات تاع لا لا مش كلامك مقبول ولكن انت قلت نحب انا ما نهضرش على تعليمات رئيس الجمهوريه ولكن هناك ممارسات اكثر منها ربما باش يكون تدخل رسمي لان مهما كان الرئيس راه رمز الجمهوريه باش يبقى يوقع تحت رمز الجمهوريه. الشيء اللي رفضته انايا وحاول حزب من الاحزاب باش يدير هذاك كي نتاع لي بانتر في وسط القاعه ويدير هذه خلاص هذه مي اليوم في كل مؤسسات الدوله من الجيش وروح حتى اصغر مؤسسه لازم الرموز تاع الجمهوريه تكون فهمت. هذه ما فيهاش اللي يمس بال قيمه الجمهوريه وقيمه ما تطيحش بالتغييرات العكس والا نصبحوا في فوضى. فيه رموز الهيبه تاع الدوله اللي لازم تبعد لكن مش رموز نتاع استفزاز ولا نتاع تسلط ولا نتاع كذا ماهيش. بالنسبه مناطق الظل وغير مناطق الظل شوف كل دراسات تعطي ان المجتمع اكبر مجتمع متسيس هي 25% تاع التعداد تاع المواطنين. La classe politique, les gens politisés ne dépassent pas 25%. Mais il y a quelqu'un qui fait Hezb, ou quelqu'un qui fait Kada, ou quelqu'un qui fait Kada. Chez l'autre, les citoyens adiens, ils cherchent les intérêts, ils gênent dans flan, ils gênent dans flan, ils gênent dans flan, ils gênent dans flan. Bon. Dans les 5, nous ne nous menons pas de cette situation. Là, c'est un monde. Aujourd'hui, nous avons 75% de ces gens. Je vais vous donner un exemple. قلت لك المناطق هذه اللي كانت محرومة وكانت كذا هو برنامج اقتصادي وبرنامج دستوري وبرنامج ايديولوجي لأن في الوقت اللي واحد ساكن في الريف وأنا قلتها ومش أول مرة نقولها في وقت الاستعمار فرنسا رماتهم الحجر ورماتهم كذا واستولت لهم على أراضيهم في الاستقلال يعني تقريبا تلاهيناش بالريف حتى وقع فيه نزوح نحو الكثمة. دخلنا في المرحلة نتاع الأزمة الاقتصادية اللي تمس أكثر هو الريف في وقت الإرهاب اللي تكسر هو الريف المدن كانت نوعا ما محمية. اليوم ما كاش لي يخزر فيهم أنا قلتها وراها مسجلة السكن الريفي عندي أهم من السكن تاع لا دير لأن بالعقل
دولة تساعده باش يكون عنده سكن، ومحتل قابض الأرض وقابض معمر المكان كما نقوله. سمعت؟ إذن المناطق هذه ما نقبلش أنا جزائر لواحد ناخده من بيوت قصديرية ونديره في عمارة عنده الكهرباء، عنده الغاز، عنده لدوش، عنده لبنوار، عنده كذا، والمواطن هذا ندخله المدينة لازم تعطيه باش يصبر باش يعيش، لأن أولاده راهم يكبروا، ولا أولاده كبروا في الحرمان يا ويلك، صبح دوز الجيري حدا بعضهم بعض، واحد في بيوت قصديرية ولا واحد في مناطق الضل والآخر في شارع كذا وشارع كذا، شي كيف كيف. إذن الوقت اللي الناس تصرف أموال وأموال بور أن جاكوزي بور هذه بور هذه، هو ما عندوش باش يشرب، ومازال يجيب حاشاك فوق الداب مازال يجيب المتاع باش يشرب. ماهيش قضية عدالة اجتماعية باش نخليه يقعد وين راه ويزيدوا يلحقوا به ناس أخرين، ونعاود ندخل في إعادة انتشار للمواطنين النوفو ريامناجمون دو تيريتوار. ماهيش المخزن تاعها يعني عطف وشفقة ولا نو، سي 8 مليون و دمي دو سيتويان، 8 ملايين و 500. الإنسان يكون شوية نغلقوا الملف الوطني يروحوا الملف الدولي. فيه علاقات بينك وبين الرئيس الفرنسي، ولكن إلى حد الآن فرنسا ماهيش مستعدة أنها تفتح ملف التجارب النووية، وكذلك شفنا ما فيش تطور في الموقف الفرنسي فيما يخص الجرائم اللي ارتكبتها ارتكبها الاستعمار. حتى تقرير تاع بنجامان ستورا ما جابش شيء جديد، شكون لا كونتورني لو بروبليم دو مانيير ان بو ديبلوماتيك. يعني ما هو رؤيتك لهذا هذه العلاقات، هذه طبيعه العلاقات بيننا وبين فرنسا؟ علاقات كما قلت انا علاقات طيبه مع رئيسهم، وسمحت بالقضاء على نوع من التشنج في المواقف، ولكن على بالك باللي فيه الحكم الظاهر وفيه لوبيات. فرنسا فيها لوبيات قويين، فيها لوبي داخلي فيه جيراننا مع ناس اخرين قوي جدا كي يشوش العلاقات، وفيه لوبي نتاع الناس اللي فقدوا الجنة وما زال قعدت لهم هنا بهم بولادهم بولاد ولادهم الأحفاد نتاعهم، لوبي ما يخلو حتى واحد يقرب الجزائر. هذا الإنسان المؤرخ نتاعهم هذا أسطورة، مجرد ما تعين رسائل اللي بعث له الكفن تاعه اللي بعث له هذا ومهدينه بالقتل، يعني خص كلامهم هو اللي يفوت. والاغلبيه تاع الفرنسيين ما يهمهمش، الاغلبيه تاع الفرنسيين ما عاشوا في الجزائر ما استغلوا الجزائر، ما فيه لوبي، يعني لوبي تري تري بيسون كي اونتران فايق بها الرئيس تاعه فايق بها. احنا كل حال ما تكونش في علاقات طيبه على حساب تاريخ ولا على حساب الذاكرة ولا على هو عارفها، ولكن الأمور تتحل بذكاء وتتحل بهدوء وتتحل مش بشعارات ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا. الذاكرة نتاعنا ما نتخلاش عليها أبدا، ولكن ما نديرش منها ان فون دو كوميرس. احنا واثقين من نفوسنا، واثقين من جدودنا، واثقين من فيه بابا أنا أعتقد أن الجماجم اللي جبناها وهذه يعني استنجاز كمان، استنجاز باركو تنحات من كانوا رافضين من قبل. فيه تصريحات هو بروحه نتاعو قال الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، قالها قال كذا، ولكن
احنا ماشيين مع فرنسا بحزم، فصل علاقات طيبة تفيد دائما. علاقات طيبة. ولكن اللي في فرنسا عندها دور في الساحل، والساحل هذا ملتهب، وأمن الجزائر وعمق الاستراتيجي الجزائري تقريبا مهدد. تصريحات الرئيس الفرنسي مؤخرا بمناسبة قمة الساحل، مجموعة خمسة ساحل، قال أنه تحصلها على التأكيد من الجزائر بأنها سترسل قوات أو سترسل جيش الجزائري للساحل لقتال. ثقا باللي الجزائر ما ترسلش، ومجرد ما ينطق باللي الجزائر ترسل احنا ما رسلوش، حتى لو كنا مقررين رسلو ما رسلوش. لا، هما شوف الجزائر المكانة تاع الجزائر لنا ندعي بها، واللي هي حقيقة قوة ضاربة في افريقيا، حب من حب وكره من كره، سومي بيسونس افريقيا، جيشنا قوي، امتدادنا نحافظوا عليه في افريقيا وغير افريقيا. ولكن انا باش نبعث ولاد الشعب يضحيوا من اجل فلان ولا فلان ولا المالي ولا لا، ما نديروهاش. نديروها اذا كان فيها كيفيه نتاع الردع. هو اليوم فرنسا توغل يعني ظننا باللي مهمتها التاريخيه انها تحمي هذا الدول. احنا النظريه نتاعنا نساعد باش تكون شويه ديمقراطيه وباش الدول تتبنى. الدوله ماهوش رئيسها. اليوم نشوف مثلا شيء ولا شيء، الدوله تبتب دوله تنهار. ما نذكرش الاسامي تاع الدول باش ما نحرش. احنا مؤخرا احنا الاولين اللي بعثنا اندار الناس تاع الشارع تاع نيامي اللي ما قابلش بازو ما قابلش كذا، قال حذاري احنا ما قبلش هذا الانزلاق والعنف، ما لناش مع العنف. مات عاودوا تاني فرنسا بعثت تاني من بعد. فرنسا هما تشوف باللي عارفين وقالوا هلنا حاجة، احنا عارفين التواجد نتاعكم في افريقيا طبيعي وعندكم نفوذ قوي في افريقيا. احنا اليوم انغولا عندها الجزائر وبس، زيمبابوي عنده الجزائر وبس، النيجير جنوب افريقيا كيف كيف، ولكن احنا عمرنا ما استغلينا هذا النفوذ نتاعنا لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا كذا. شحال من وزير خارجيه مشى لجنوب افريقيا هذه 10 سنين، من يدير 30 سفريه لا 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 شق البحر بالك يمشي مره لافريقيا. احنا تواجدنا الطبيعي مع افريقيا، غدوه التجاره الخارجيه وهالتجاره معنا مع افريقيا. ماهوش معنى بلي نعزل نفوسنا من 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 الدول الغربيه، لا، احنا نوصل اون بيسونس ريجيونال كي ريكونيس. الحل تاع ليبيا داخلين فيه، الحل تاع مالي داخلين فيه، الحل تاع النيجر داخلين فيه. انا نقول لك اليوم في الـ في الـ في الـ في الـ في الوحده الافريقيه، منظمه الوحده الافريقيه، ما فيش رئيس اللي ما يلومش، قال وين راكم؟ ملي غابت الجزائر هذه 10 سنين كلاونا، هكا بهذه العباره. اليوم الجزائر تسترجع عافيتها في الداخل وفي الخارج، صوتها مسموع. عندنا علاقات طيبه جدا مع الولايات المتحده. عندنا علاقات طيبه جدا مع الاتحاد الاوروبي. عندنا علاقات طيبه مع اخواننا في الخليج. رغم بعض الاحيان النظريات تختلف هذه وهذه، نكلوا كل مودة الملك الخادم الحرمين، ونفس الشيء شيء متبادل بيننا وبينه. اذا الجزائر اليوم تسترجع قوتها بالادب واحترام الاخرين واحترام حقوق الاخرين، ولكن بدون ما تسامح بمليمتر في صلاحيتها ولا في سيادتها. هذا هو. ولا مواقفها. ها؟ ولا مواقفها. مواقفنا ما نغيروهاش، معروفين مواقفنا. احنا يقولوها لنا الناس اللي قضية الصحراء الغربية ما نتخلاش عليها.
مش على بال الأشقاء في المغرب. هذا الأمور هذه تفصل فيها في 89 89 نهار الله يرحمهم في ثلاثة، الحسن الثاني وملك فهد وشادلي، لما تلاقاو في الحدود وتفاهموا بطلب من حسن الثاني رحمه الله، قال احنا قضية الصحراء نخلوها في الأمم المتحدة وعلاقتنا تعاود ترجع كما قال لا كذلك، وتحلت الحدود 89 وبدينا. ولكن رجعت حليمة طبايحها القديمة، هذا هو. بالنسبة للفرنساويين احنا ما ندخلوش في خدمتهم، ما ندخلوش في كذا، ما عندنا حتى مشكل حاليا فيه لوبيات ودولة صعيبة، ما هوش غير ما احنا موالفين بالدولة الشمولية، يعني وانا نقدر ندير واش نبغي والشعب ما قابلش، ما قدرش يقول لي دير هذه وهذه، يقول له ما ندير، الشعب ما يقبلش. هذه العقلية الجديدة اللي دخلنا فيها، دخلنا في عقلية جديدة. أنا ما نقررش في بلاصة 45 مليون جزائري، نشوف وش فايدتهم اللي عندهم فيها ونشوف الشيء اللي ما يساعدهمش، ما ندخلش في الذاكرة، نعرف بلي كل الجزائريين شادين في الذاكرة، صلبين من الذاكرة، لأن الشيء اللي صرا فينا والشيء اللي ندار فينا ماهوش قليل. قدرش أنا بس بصداقة ولا نسمح في الحق تاع المواطن ونسمح في كذا. سيادة الرئيس، ولكن النظرة الفرنسية لا تزال تنظر إلى الجزائر على أنها مقاطعة فرنسية، يعني يكذبوا عليك. لا لا لا، الضغوطات اللي تعرف. أنا ما عنديش هذه العقدة نتاع المستعمر السابق. فرنسا حاسبة الجزائر ألف حساب، ألف حساب. ماناش محمية، راك تتكلم على دولة أخرى. دولة أخرى اللي ما يشاوروها شقع يديروا واش بغاو وتطبق وتسكت. الجزائر حاسب منها ألف حساب. ذكرت العلاقات الجزائرية الخليجية ولا العربية والقمة العربية. القمة العربية المؤجلة إلى متى سيادة الرئيس؟ إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء وهذا موش ندير. أنا مشي نجيب اللي نجيبهم وإحنا في وباء طيش بابا. بالفيديو كونفرنس سيادة الرئيس. فيديو كونفرنس ما تفيدش، هو اللقاءات هذه العين في العين والوجه في الوجه، ويقول لك صراحة وشي خمون تقول ولا على حيدة ولا هذه ولا هذه. نو احنا خبرناهم باللي الغالب احنا مستعدين، وعدنا المنظمين كل شيء، السياسي راه واجد، كل شيء راه واجد، ولكن الوباء راه هنا كذلك. خصك مئة آلاف تاع المستخدمين وشوافرة وهذه ومطاعم وكذا وكذا، غير الصحفيين الصحفيين اللي يجوك من الخليج ويجوا من العالم ويجوا كذا، انت مستعد لهذه؟ واحد يجيب لك الكوفيد ولا يدي معه الكوفيد؟ مش حتى من هذه. ان شاء الله تتفاجئ عليه. انا ملاح وراهم ملاح، ونهار اللي ترفع علينا هذا الوباء ان شاء الله نعود نتلاقوا كاخوه، وهذا هو ان شاء الله. ان شاء الله هما قابلين هذا الشيء. زيد زميلنا عبد الوهاب، انا اظن جايب يعني زيتو، يعني لا هي بصفه عامه اولا شكر لكم اللقاء، الله يجزيك، وتلاحظوا انتم بنفسكم ان ما نهضرش بخلفيات، ما نتكلمش بخلفيات، يعني باش اليوم نخلي الناس تزرع الياس ما نخليهمش، وما كان لاش تزرع الياس. لما درنا احنا الحجر الصحي، الحجر الصحي نتاعنا والحجر الصحي نتاع دول اخرى ماشي كيف كيف. احنا الحجر الصحي درناه بتضامن وبإرادة نتاع الناس اللي دخلوا في الحجر. قلت لك يعني تفتخر لما تشوف بليدة نهار اللي غلقناها مغلوقة، المواطن حس بالخطر وساهم معنا وشارك، وباقي المواطنين تاع الجزائر يجي قافلات من إليزي البليدة وجايبين المؤونة وجايبين كذا وجايبين، يعني فيه تضامن. فيه دول أخرى الحج بالدبابة تخرج تدي العصا، راني جيعان دبر موت. احنا حتى لما
في ليونة كانت فيه ليونة وخلينا قال مثلا البقالي اللي يقعدوا حالين لي زيبيسي يقعدوا حالين الاخر يقعد حالي اخر كذا رانا في بلاد الناس تفهم بعضها بعض والناس تخاف على بعضها بعض فيه بعض الاحيان صح شكون ابل لي مينوريتي اجيسونت اقليات اللي تنفخها الابواق وتنفخها كذا وفي الخارج وفي الداخل تبان لك اغلبيه وهي اقليه وعندك عندك اغلبيه صامته ما تهدرش اذا الانسان يكون يتبين اين الاغلبيه واين الاقليه ما هو ماهوش معناه بلي صوت الاقليه ما تسمعش الا كان عندهم شيء اللي يطلبوا فيه ينفع البلاد وينفع المجتمع مرحبا به كاينش ولكن ما يفرضش عليك حاجه اللي تضر بالاغلبيه الاغلبيه تبقى اغلبيه وراني قلت لك في مواقع لان احنا نعرف في العالم باسره ان الناس اللي يمارسوا السياسه تقريبا ماشي مهنه ولكن يمارسوها يوميا في حزب في كذا في هذه في سوريا يساوون 25% ما فيش دولة اللي أكثر من 25% 75% صامتين هما اللي انتخبوا هما اللي صوتوا هما اللي واش تجند منهم واش ما تجندش مش معناه باللي أنا مشي ندير على أقلية ونسمح في الأغلبية هل الناس المحرومين والناس كذا اللي تقول لي حرمان أنا جيت الداعي لي باللي كذا وكذا شكون اللي فرض عليا كرئيس جمهوريه ما عدا التزامي لان في حياتي ما كذبش وراح نسول كاع الولايات اللي فت فيهم لما نقرر ندير ولو على حساب راسي التزمت باش نرفع قدره الشرائيه ما شاورت حد ما كذا قررت باللي السميك يطلع وطلع لزوج ملايين هذه 12 عام وثلاثية وما نعرف واش وقاعد طلعوا سميك انا طلعت قلت في الحملة الانتخابية نحي الضرائب على الناس ذوي الدخل اللي 30 ألف دينار يعني يخرج 3 ملايين واقل خذيت قرار قانون المالية التكميلي فيه دروك ضرائب ومست ما يقارب 6 ملايين واش جزائري ها الأغلبيات 6.5 مليون تاع ناس اللي رفعنا عليهم 25% ولا 24% ولا 23% الدخل تاعهم بدل ما يخلصش ضرائب الناس ما تشوفش كاع الشيء الايجابي ما يشوفوهش ولكن الرئيس في الاونه الاخيره شفنا فيه ارتفاع ملموس للتضخم اللي كان عنده شويه تاثير على بعض الاسعار تاع صح فيه تضخم ولكن مش تضخم اللي يوصلك للحرمان حاجة من اثنين يا سي جاكون إما رجعوا الاقتصاد المسير إداريا ورانا ما درنا والو ولا نخلي التوازنات هذه تعرض والطلب وهذه الأسعار تطلع تهبط ميدان بالنسبة للقطاع الفلاحة أنا قلت لك الإنتاج فيه وفرة ممكن الناس تبغي تخلق لك ندرة عمدا يشري ويرمي ممكن الانسان يكون بصير يشوف واش تهيلا اسعار احنا عندنا اسعار وعندنا تبذير كذلك عندنا تبذير المهم ما تغيير انا دخلنا فيه والتغيير اللي كان غير تاع الوجوه هذه ماهوش تغيير هذا التغيير تاع الذهنيات والتغيير تاع التصرفات والتغيير تاع اليوم كما قلت لك الاحزاب لقات روحها احسن على الاحزاب لكن مش انت مخوفك الحزب الفلاني تقول لي روح نحيه انا نحي الشعب هو السيد الشعب هو اللي عنده السياده مش سبحان الله قدوه في انتخابات ان شاء الله الشعب يمشي معاك وما يمشيش مع هذا الحزب ولكن لازم تكون عندك قوه الاقناع وتكون عندك هذا وتكون عندك هذا هو الناس في بعض الاحيان
تمشي بالإشاعات وتمشي بالتغيير الآخر، هو ما يتغيرش، ما تغيرش، انت تغير. أمور كان جات بهذه البساطة وكرنا على العموم. أعانكم الله سيادة الرئيس. آمين آمين. كلمة الأخيرة على سي. أشكركم على هذه الاستضافة، وسمحنا لك أن نخذينا شوية من وقتك. بدون مجاملة أصبحت هذه اللقاءات جد مهمة، لأن من خلالها يكون فيه تنوير والأجوبة على عدة تساؤلات تاع المواطن. المهم سيادة الرئيس، أتمنى لك التوفيق في العمل نتاعك، وإن شاء الله تكون فيها لقاء آخر برفقة الزميل. أنا ما كنتش معه. هذا براسك. هي المهم لقاءات نتفق معك، وشكر لكم للحضور. أنا اللقاءات اللي نديرها مع الصحافة يا با دو طابو، وجودكم هو لتنوير المواطن. إيه لكن تبقى قال لا باش ما نزعجوش، لا طرح سؤال المواطن راه يستنى في أجوبة. أنا قلت لك الناس اللي يقول لك راه استقال والجيش ما قبلوش الاستقالة، واحد يقول لهم أنا نقول لك استا خلاص كواغت من على شهرين في الفيديو، شفت الفيديو شهرين ويمشي خلاص يبيني. لا إله إلا الله، والشعب يأمن هالخرافات. سي 10 ملايين جزائري مشاو باش أسسوا الجمهورية الجديدة، مشاو لصناديق الانتخاب. الناس المحرومين الأكثر حرمان اللي نسميهم أنا مناطق، ضلت 8 ملايين و500، هادو كاع نخدعهم أنا باستقالة. هذا لعب، هذا لا، لازم التغيير يكون، التغيير يكون. واللي بدا إشاعات من زمان، إشاعات أنا قلت لك حتى نهار اللي مشيت أنا باش نعالج باش تيفاكوي، جا لحقتني قال لا راهم دايرينو في كيسموها لا قدر الله، قال راه في ان تريك لو ريفريجير اللي في راه في لا مورغ، ما قدروش يخرجوه باسكو قرصوا عليه كذا. في بعض الأحيان الظن أنهم حاجية ألف وليلة وليلة. لا لا صحة أكثر من أنا قسمت على نفسي أن الهان يبغي ندير حاجة نخبر الشعب هو الأول، هذا هو. وما فيش أقوى سند اللي عندي اليوم، أقوى سند وأقوى سمع الأوامر تاعي هو الجيش. أنا الجيش فيش مشكل بيني وبين، بالعكس، ولكن هما ماشيين في الرؤية القديمة، الرؤية القديمة تاع قال صراع بين النظام السابق هذا مع الأجهزة ومع كذا، ما عندي حتى فيه راكم تسمعوا واش قالوا على جنرال فلاني وجنرال فلاني وكذا. ما الجزائر خرجت من هذا السوق خلاص، الجيش محترف، الجيش منضبط، الجيش حامي الحماة، حامي الدستور وحامي الحدود، وراه يضحي. ولو كمل الجيش هاد المسيرات يدخلوا فيها الإرهابيين ويفلقوهم كل، وحكموا إرهابيين عندهم، وحكمنا ناس حتى في المسيرة تاع الجمعة اللي فاتت مش هذه، حكمنا ناس سلاح أبيض عندهم دي 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 كوتو دي بوشي مشي تاعك تما. جيش مصالح الأمن هي لا تحمي فيها الشعب باش ينطق كيما حب ديمقراطيا بالشي اللي حبه، لأن ما تكونش حاجة من غير الشي اللي يحبه الشعب، لكن كل شعب. إن شاء الله إن شاء الله بلادنا تزيد تتقدم أكثر إن شاء الله. وتحية خالصة لكل مواطنات المواطنين، ما إن شاء الله نواصلوا المسيرة مع بعض، والناس حاسبين لنا ألف حساب في بلادكم في الدول في العالم. راك تشوف أنتم غير الصين مثلا
وما أدراك من الصين، الناس تجري بشر اللقاح من عندهم وما وصلوش. هنا احنا بعتوهم مجانا 200,000 فاكسان مجانا، جزيرها بقيمتها ما يطيحوش بها، كاش اللي يطيح بها ان شاء الله. ربي يوفق الجميع ان شاء الله. بارك الله فيكم.